بسم الله الرحمن الرحيم، غادي نطلقوا في الدرس الاول اللي هو الجمله الفعليه. طبيعه الحال من بعد غنتقلوا الى الجمله الاسميه، ثم غنتقلوا مباشره للدروس اللي حاليا مبرمجه حاليا بالنسبه للمستوى التعليم الابتدائي. اذا الى مشينا ناخذنا تعريف ديال الجمله الفعليه، هي كل جمله تبتدئ بفعل، ولكن قبل ذلك لا بد الى التعريف دي كلام في اللغه العربيه. الكلام في اللغة العربية هو كل كلمة ذات معنى. إذا بطبيعة الحال غنمشيو معايا الكلمة، تعريف ديال الكلمة نبدا من الإشارة إلى أقسامها. أقسام اللغة العربية كنوجدو عندنا الاسم، ثم الفعل، ثم الحرف. كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم. إذا هذو هما أقسام الكلمة في اللغة العربية. إذا كيفما مجموعة من الأطفال أو يعني عدد كبير من الأطفال كيوجدوا صعوبة في إعراب ديال الجملة، وكهنا كنرجعوا للسبب الأساسي هو أنهم لا يميزون بين الاسم والفعل والحرف. إذا لابد أيضا من الإشارة إلى علامات الاسم مباشرة باش نعرفوا الاسم. الاسم هو كل كلمة ذات معنى، يعني كتكون عندنا كلمة لها معنى وغير مقترن بزمن. مثلا خدينا مثال سبورة، إذا سبورة هو كلام له معنى يدل على هذه اللوحة السوداء، ولكن ليس له غير مقترن بزمن، بعكس الفعل كيف ما نعرفه في المرحلة القادمة. إذا الاسم في اللغة العربية لا بد عندما نريد أن نحدده ونتعرف عليه أكثر بدقة، لا بد من الإشارة إلى علامات الاسم. هنا بالنسبة للاسم عنده خمسة ديال العلامات، نحددهم هنا على الشكل هذا، خريطة ذهنية. إذن ثم العلامة الأخيرة. إذن العلامة الأولى لا بد إذا من إشارة إلى وضع جملة، مثلا لتحديد الأمور بدقة أكثر. مثلا زرت مثلا صديقا قديما، أو زرت مثلا صديقا حميما. إذا كيتبين لنا أن الجملة بدات بهذ الكلمة ديال زورتو، بطبيعة الحال هذا فعل، غنعرفو من بعد علامة الفعل بعد ما ندخلو الفعل. ثم عندنا كلمة صديقا، ثم عندنا كلمة حميما. إذا صديقا هو اسم تعرفنا عليه عن طريق التنوين، يعني العلامة الأولى من علامات الاسم وهي التنوين. التنوين هو كنوجدو في اخر كلمه اما فتحتان او ضمتان او كسرتان. نقدر نقول مثلا صديقون، صديقا، صديقين، حميمون، حميما، حميمين. اذا هنا حددنا العلامه الاولى وهي التنوين. العلامه الثانيه هي دخول ال، دخول ال، التعريف، يعني ال التي نستخدمها لتعريف الاسم، ال سواء شمسية أو قمرية. إذا بالنسبة لهذا المثال مثلا، قول مثلا البحر مثلا هائج. إذا هنايا كنوجدو كلمة البحر كتبدأ ب ال، كما كيبان هنا كلمة البحر هاد ال هي ال التعريف. ممكن نمشيو للعلامة الموالية. إذا خدينا العلامة الأولى، خدينا العلامة الثانية، العلامة الثالثة وهي حروف الجر أو دخول حروف الجر، حروف الجر.
مثلا نعطيو مثال من حروف الجر، نعطيو المثال الاول، ثاني، ثالث، عدت من العمل. اذا هنا عندنا عينا العملي، اذا عندنا هذه الكلمه الثانيه وهي الاسم. اذا هذه الكلمه كنحكموا كنقول على انها اسم، لماذا؟ لانها كتسبقها بحرف الجر. ثم غنمشيو للعلامه الثالثه، اذا بين الجر والتنوين والنداء وال. من العلامه الرابعه هي التنوين، حروف النداء، حروف النداء، حروف النداء. اذا نعطيو مثال، يا مواطن ما تغادر بيتك. اذا كلمه مواطن فهي اسم، لماذا؟ لانها مسبوقه بحرف النداء. حروف النداء في اللغه العربيه كما نعيد ان نشير الى حروف الجر في اللغه العربيه حروف الجر العربيه هي حوالي 23 حرف. ايضا حروف النداء هي ليست محدده في هذا الحرف الواحد، هناك حروف اخرى مثل مثلا يا، كين، يا، اي، يا ايها، اي، يا، هيا، الى اخره. اذا كلها حروف جر. ثم عندنا العلامة الأخيرة وهي الإسناد أو الإضافة. الإسناد أو الإضافة، هناك من يقول إسناد وهناك من يقول إضافة، التسميات تختلف ولكن عندنا معنى واحد. إذا الإضافة يعني كيكون عندنا مضاف ومضاف إليه. مثلا عندما نقول وزرة التلميذة مثلا، التلميذة، وزرة التلميذة. إذا هنا الوزرة فهي اسم، لماذا؟ لأنها مضافة، والتلميذة هي اسم لأنها مضاف إليه. إذا المسند والمسند إليه، إذا كلاهما اسم. ثالثا كنكونوا عرفنا بالاسم وحددنا العلامات ديالو الخمسة وشكرا.